بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. جمعة مهدوية مباركة، نسأل الله سبحانه وتعالى فيها أن يعجل فرج مولانا الإمام بقية الله في الأرض الإمام المهدي المنتظر عليه السلام. نصت أحاديث كثيرة على ما في آيات القرآن الكريم من آثار جمة في معالجة الأمراض الجسدية، ومنها ما ذكره آية الله محمد تقي النجفي الأصفهاني إذ كتب يقول: روي عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: من قرأ سورة الحشر 40 يوما كل يوم مرة، وإذا فاته يوم أعاد 40 من جديد، كفاه الله سبحانه وتعالى ما يهمه، أي أنه الله سبحانه وتعالى يقضي له جميع حوائجه، فلا يغتم قلبه ولا يهتم بعد ذلك بأمر ما، لأن الله سبحانه وتعالى يعطيه ويكفيه كل ما يهمه ويعطيه ويتفضل عليه بما أراد. ونقل أيضا آية الله محمد تقي النجفي الأصفهاني عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام: اقرأ سورة الحشر كل ليلة يكفيك الله سبحانه وتعالى شر الدنيا والآخرة. وخلاصة القول إن روايات عديدة وردت في خواص سورة الحشر، وخاصة آياتها الأربع الأخيرة، لكن الحادثة التي سوف نذكرها على مسامعكم الطيبة الآن تعلمنا أن هذه الآيات الأربعة الأخيرة من سورة الحشر هي نافعة في معالجة كافة الأمراض والآلام، وهذا ما فعله صاحب الزمان سلام الله عليه مع هذا الرجل. فلنستمع إلى هذه الحادثة المباركة وهذه الكرامة المهدوية ونحن نعيش يوم الجمعة المبارك في انتظار صاحب الزمان سلام الله عليه والدعاء له بتعجيل الفرج. جاء في كتاب مسجد جمكران أن رجلا اسمه حسين السائق تحدث فقال: توفيت أمي وأنا ما زلت صبي صغير، فتزوج أبي بامرأة أخرى، فأوذيت من هذا الزواج كثيرا، وما كان مني بعد إذن إلا الفرار من مسقط رأسي في مدينة أراك، وفي مفري اشتغلت سائق سيارة، ثم إني بدأت أتعلم مهنة الميكانيك حتى أتقنتها، واشتغلت ميكانيكيا في مصنع يملكه رجل يهودي، وكان اليهود يعيشون وما زالوا في إيران. في هذه المدة أصبت بآلام شديدة في ظهري برحت بي وشقت علي، راجعت كثيرا من الأطباء للمعالجة، وصورت ظهري عدة مرات بالتصوير الشعاعي، ثم سافرت إلى الخارج حيث أجريت لي عملية جراحية، بيد أن الآلام في ظهري ظل الشديدة مبرحة، وما جنيت من أنواع العلاج فائدة. وقال لي الأطباء سواء في إيران أو خارج إيران: لقد ضعف العصب الذي في موضع الألم ولا علاج له. يقول حسن السائق أو عفوا حسين السائق: لم أجد سبيلا والحالة هذه إلا أن أقصد مولاي وسيدي صاحب الزمان سلام الله عليه، ناديت من كل قلبي: يا صاحب الزمان أغثني، يا صاحب الزمان أدركني. توسلت بصاحب الزمان وذهبت إلى مسجد جمكران، مكثت عدة أيام في مقهى مسجد جمكران لكني لم أظفر بشيء، كلما أتوسل بصاحب الزمان لا أظفر بشيء. رجعت عائدا إلى مدينة قم، وفي إحدى الليالي رأيت في عالم الرؤيا،
قائلا يقول لي: لا تجني شيئا من المكوث في المقهى، عليك أن تبيت داخل المسجد لتحصل على ما تريد. فصاحب الزمان سلام الله عليه لا يذهب إلى المقاهي ولا يجلس فيها، ولكن تجده في المسجد. عدت مرة أخرى إلى جام كران وعزمت أن أقوم بالأعمال العبادية هناك، من ناحية قراءة زيارة آل ياسين، كذلك قراءة الأدعية في تعجيل الفرج لمولانا صاحب الزمان سلام الله عليه، وأديت الكثير من هذه الأعمال. في لحظة من اللحظات شد انتباهي سيد جليل القدر يجلس في وسط المسجد إلى جواري، ثيابه خضر وهالة من النور كانت تحيط بخضرة ثيابه، وفي تلك الأثناء كانت آلام ظهري على أشدها أو على أشدها، وأنا في غاية الألم. نظر هذا السيد إلي وقال لي: ما يؤلمك؟ فقلت: منذ مدة وظهري يؤلمني بشدة. عندها دنا السيد مني وأمر يده على فقرات ظهري. أخذ السيد يتحسس بيده الفقرات واحدة واحدة، حتى إذا وصلت كفه إلى فقرة الألم أو فقرة الألم، وإذا بي أشعر بحرارة كبيرة في ظهري. على كل الأحوال، وإذا بهذا السيد الجليل عندما وضع يده مرس هذه الفقرة، دعكها وقرأ آخر سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحيم، لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. عندما قرأ السيد هذه الآيات قال لي فورا وابتسامة تعلو وجهه: لقد شفيت. حركت بدني، لم أشعر بألم في ظهري مطلقا، ميلت جسمي ذات اليمين ذات الشمال، لم أشعر بألم، فما ثمة من ألم مطلقا. نهضت من مكاني فكان نهوضي بسهولة ويسر، في حين لم يكن في وسعي قبل هذا أن أتحرك ولو لمجرد حركة بسيطة. مشيت خطوات، هرولت قليلا في إيوان مسجد جام كران، فما كان للألم في ظهري أي أثر. وكان خارج المسجد حجر ثقيل، انحنيت عليه، رفعته بيدي دون أدنى معاناة، وهكذا جربت كل وسيلة فأيقنت بالشفاء الكامل. عندئذ رجعت إلى داخل المسجد لأقدم شكري وامتناني إلى الإمام بقية الله صاحب الزمان سلام الله عليه، فلم أجده في المسجد ولا في أي موضع منه، حتى البرية المحيطة بمسجد جام كران ما كان فيها. لما خرجت إليها من أحد سواي بكيت ودعوت بدعاء الفرج: اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة برحمتك يا أرحم الراحمين. وبدأت أقرأ دائما على كل ألم في جسدي أربعة آيات الأخيرة من سورة الحشر: فأشفى فورا. كذلك أنت جرب هذه الآيات التي أوصى بها صاحب الزمان. برنامج صباحات ولائية، أمين محمد خادم في مرقد الحسين بن علي عليهما السلام.